حقا سمعت لكم حكاية حلوة برشا. شن سمعتي؟ قالوا اللي التكريت يعطي أوامر باش يزيدونا في الشهرية. ربي يسمع منك يا خايتي. كملي شغلك كملي، وانت دورتك كلها في الفلوس. وش بيها الفلوس؟ قداش تحسبيهم بيزيدوك يا فالحة؟ بعدين اللي يعطوا فيه ليك مصدق؟ البحر يحب الزيادة يا خايتي. والله نفادلك عليكم، أنا هوني عايشة في خيار الخير. شكون قال بيه بربي الخير هذا الكل؟ ما كنتش لاقية ما ناكل، واليوم نلقى روحي هوني بفلوسي، وأولا وأخيرا نرضي في ربنا. أهم شيء نحن نرضي في ربنا، أصل الفلوس وسخ دنيا. أنا عائلتي عندهم أراضي وحياش، واني سيبت هذا كله على خاطر شرع ربي. وانت يا أم سالم اش قولك في الوضع هوني، عاجبك ولا؟ أنا آخر واحدة تسألي السؤال هذا، لأني من أول من ولدت وأنا حياتي هم فهم، فقر وذل ومرمدة. رجلي وبنتي ماتوا في يوم واحد، ودفنتهم بيدي في الصحر. باتي كان واخد وليتين، وفي كل حوش عنده 7 عيال. باتي جوزني وانا عمري 15 سنة، من واحد اكبر مني باكثر من 20 سنة. ما خدش لا رايي ولا راي امي. رجلي مرعي الله يرحمه كان على باب الله، صحيح انه كان طيب وحنين معايا، بس ما كانش قادر يوفر لنا حتى اللقمه اللي ناكله فيها كل يوم. وبعد 2011 تهجرنا بالظلم لمصر، وهذه حياتنا قلبت جحيم بالكامل. ما كناش لاقيين حتى ما ناكله، ما كانش في حال قدامنا إلا أن احنا نهاجر لدولة الإسلام. واليوم الحمد لله. أنا معكم وبينكم يا خياتي. عادي الجو، ما تديريش في بالك. باهي قولي لي، لو خيروك أنك ترجع تعيشي في حوش باباك ولا تقعدي هوني، شن تختاري؟ رد لحوش باتي، أنا نولدت هنا من جديد. مش وقت دوا وطقح نكتوا، بسرعة كملوا شغلكم، الماكلة لازم توصل سخونة للمجاهدين بسرعة. يلا